للوقوف عند انتهاكات النظام السوري في سجن صيدنايا تنضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحثة في شبكة سورية لحقوق الإنسان نور الخطيب. أستاذة نور، مرحبا بكم. يعني لنأخذ المرصد السوري، يقول إن عشرات المعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا. بداية، كيف يمكن تصنيف هذه الجريمة وفق القانون الدولي الإنساني أستاذة نور؟ مساء الخير. طبعا بالتأكيد جرائم التعذيب والموقف بسبب التعذيب التي ينتجها النظام السوري هي تأتي ضمن سياق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأنه يعني تأتي هي على نطاق واسع داخل مراكز الاحتجاز ويمارسها بشكل منهجي. نعم أستاذة نور، التقارير الحقوقية أكدت أن القتل تحت التعذيب في سوريا مستمر، ما أفضى إلى قتل 105,000 في فترة ما بعد الثورة عام 2011. إذا كان التعذيب منهجية لدى نظام الأسد، كيف تقيمين تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الجرائم؟ نعم طبعا، جريمة التعذيب يعني هي من الجرائم اللي تحتوي على عديد من الإثباتات، سواء صور قيصر أو حتى محكمة كوبلينت الأخيرة، والتي أشارت أن التعذيب في سوريا يمارس ضمن منظومة الدولة ومنظومة السلطة. مع الأسف، رغم كل هذه الأدلة، رغم عشرات التقارير المنظمات الحقوقية السورية والدولية وحتى للجنة التحقيق الدولية، هذا كله مجلس الأمن كان عاجز، أصدر عدة قرارات، بقيت هذه القرارات حبر على ورق من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ولكن لم تنفذ هذه القرارات. يعني هذه القرارات تحتاج إلى آلية لتطبيقها وتنفيذها، وبالتالي النظام السوري يعني أعطى هذا مثل الضوء أخضر للنظام السوري ليستمر بارتكاب الجرائم، طالما أنه لا يوجد هناك رادع له ولا يوجد هناك عقوبات حقيقية تطبق عليه. ولكن أستاذة نور، المجتمع الدولي يعني متعاطف مع القضية السورية، هل هذا كاف بالنسبة لكم؟ قبل لا، التعاطف يا أخي، التعاطف هذا يعني تقوم به الشعوب، يقوم به النشطاء، أما الدول على مستوى الدول وعلى مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة، الشعب السوري لا يحتاج إلى تعاطف. المعتقل اليوم لا ينتظر منهم التعاطف، ينتظر منهم التدخل لإنقاذ حياته وإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز. أما التعاطف هذا يعني نقوم به نحن جميعا كنشطاء، كمجتمع، كمنظمات، كشعوب. الدول هي قادرة على فعل أكثر من ذلك. أستاذة نور، هذا الرقم الكبير من الذين قضوا في سجون نظام الأسد في دمشق، إلى أي مدى يمثل العدد الحقيقي لمن قتل في سجون الأسد؟ منذ بداية الثورة؟ نعم. طبعا نحن للآن من بداية آذار 2011 ولا غاية اليوم تقريبا أعداد ضحايا بسبب التعذيب في سجون النظام قارب 14,000 ضحية. هذول ال 14,000 ضحيه هم الموثقين بالاسم وبالزمان وبالمكان وبكل المعلومات المعروفه عنهم او اللي قدرنا نوصل عنهم. طبعا هي بتمثل الحد الادنى، الحصيله هي ممكن تكون اكبر من هيك، ممكن تكون يعني ضعفين من هذا الرقم، ولكن نحن يعني لدينا هذا هو الرقم المثبت او الرقم الموثق. أستاذة نور، استطاعت قضية قيصر أن تحرك المجتمع الدولي، وبالتالي قامت بفرض عقوبات على نظام الأسد بعد أن أظهرت الصور التي سربها جرائم النظام، لكن إلى أي مدى ترين استفادة المنظمات الحقوقية السورية من تلك القضية لكي تلاحق النظام وقياداته؟ يعني طبعا نحن كشبكة سورية دائما بين حين وآخر نقوم بمحاولة توسيع والعمل على توسيع الأشخاص والشخصيات في النظام السوري الذين تطالهم العقوبات ضمن إطار قانون قيصر. ولكن يعني هذه العقوبات هي غير كافية، لأن بالأصل طبيعة النظام السوري هي طبيعة مافياوية أقرب إلى ما يعني أبعد ما تكون عن الدولة. هؤلاء الأشخاص هم يعني دائما صحيح تطالهم العقوبات، ولكن هم موجودين بسوريا وغير متاثرين بها بشكل مباشر. وايضا لديهم دول داعمه لهم كايران وروسيا وباقي الدول الدكتاتوريه في العالم.
تعتقدين أستاذة نور أن الدعم الروسي والإيراني لنظام بشار الأسد من الناحية طبعا الاقتصادية ربما خففا من آثار العقوبات على الأسد؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو المطلوب كي تنتج العقوبات أثرها على نظام بشار الأسد؟ بالنسبة للعقوبات طبعا هي المفروض تتوسع أكثر من هيك، إصدار شخصيات برأس النظام أكثر تتوسع بشكل كامل، يتم التطبيق على جميع النظام وعلى جميع وحتى على الآليات. اليوم النظام لديه العديد من الآليات اللي تتبعها عبر داعمين له للالتفاف على هذه العقوبات والتحايل عليها، فعلينا جميعا كمنظمات حقوقية الوعي لما يقوم بهذا النظام، ومثل ما بيقولوا انه قطع الطريق عليه. العقوبات يجب ان تستمر، يجب ان تتوسع، يجب ان تكون القوائم اكبر من ذلك. اليوم يعني القوائم التي تصدر حتى اليوم هي قوائم جيده، كانت تطال الاشخاص وايضا اصبحت تطال الكيانات كالافرع الامنيه وغيرها، ولكن يعني تحتاج لاكثر من ذلك، يعني لا ان يتوقف الامر فقط على ان يكونوا ضمن قوائم العقوبات. هناك مطالبات حثيثة بعزل نظام الأسد عن المجتمع الدولي، هذه العزلة طبعا يطالب بها نواب أمريكيون، لكن إلى أي مدى ترين أنها قادرة، يعني هذه العزلة قادرة على تحقيق ما لم تحققه العقوبات السابقة؟ أنا كرأي وكشخصيا لا أعتقد أن هذه المحاولات ستنجح على الأقل في المدى القريب. بالطبع هناك العديد من الأصوات سواء كانت عربية أو الأجنبية تنادي بإعادة الترويج للأسد وسياسة خطوة بخطوة وإلى ما ذلك، ولكن أنا أعتقد حتى لو أن بشار الأسد عاد وهو ونظامه إذا المحافل الدولية وكثرت عنه بعض العزلة، سجل الانتهاكات الحافلة لديه لا يمكن لأحد أن يطمسه. هناك كما ذكرت لك سوريا وما حدث فيها من انتهاكات من قبل النظام السوري، عدد الأدلة ترسانة كاملة من الأدلة والوثائق وعشرات التقارير ومئات آلاف الشهود، هؤلاء كلهم لا يمكن يعني تغيير دورهم بسهولة. لذلك أعتقد يعني حتى لو تم الأغراض السياسية تسر بعض العزلة، ولكن لا أعتقد بنجاح يعني. من إسطنبول الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نور الخطيب، شكرا جزيلا لكم.